الانمي بيحكي عن بنت اسمها هيروني، كانت واقفة بالشارع وسط الناس مشان تقطع الطريق، وكانت شاردة، وفجأة تغيرت اشارة المرور وبلش الناس يعبروا الطريق، فانتبهت على حالة ومدت رجلة لتمر، وفجأة سمعت حدا عم يقلها هل عم تسمعيني؟ وهون انصدمت وفقدت الوعي، وشافت حالة جوا مبنى عم يحترق والنار مشتعلة بكل مكان، وكانت عم تركض لحتى تهرب، وكانت ألسنة اللهب عم تختلط بالنجوم، وشافت حالة عم توقع بالمياه وعم تغرق لتحت، وكانت عم تمد ايدها مشان تطلع بس ما قدرت، وفجأة فاقت، ولما فتحت عيونها لقت حالة بغرفة، ولقت بوشها تاريخ اليوم، وكان 4 من أغسطس، وفجأة نزل لعندها مخلوق غريب بيطير، وهي تفاجأت وقامت بسرعة، وهون دخلت لعندها بنت لابسة زي العمل، مثل اللي هي لابسته وقالت لها: شو صار؟ لقد سمعت صراخا، هل أنت بخير؟ لا تقلقي، شخص ما سيأتي إليك قريبا. ونيمتها على الأريكة وطلبت منها تسترخي وراحت، وهيروني كانت مصدومة لأن ما عرفت مين هي البنت، ولا عرفت حالها مين بتكون، ولا مين جابها لهالمكان. هي فقدت ذاكرتها كليا، فقدت ذاكرتها وما عم تتذكر أي شيء. وفجأة ظهر لها جني غريب عم يطير بالهواء وقال لها: أتساءل من سيأتي لك؟ وهي ارتعبت لما شافته، وهو سألها: هل أنت بخير؟ لقد انهرت فجأة، لهذا شعرت بالقلق. وفجأة دخل عند الشاب كأنه بيعرفها وقال لها: لما كل هذا الإرهاق يبدو عليك؟ وهي اطلعت فيه بحيرة كبيرة وما عرفته مين بيكون. والشاب نزل لعنده وسألها: هل أنت حقا بخير؟ رح أخذك للمنزل، لذا اسرعي واستعدي، ماشي؟ لك جاوبيني على الأقل. وهي ردت عليه: حاضر. وشكله يا جماعة هاد بيعرفها أو صديقة. وفجأة دخل لعنده شاب تاني، وهذا الشاب كان قلقان عليها. والشاب الأول قال له: توما، ليش أنت هون؟ وتوما جاوبه: لأنه سونا اتصلت بي كذلك، لهيك اجيت بسرعة يا شين. واتطلع فيها وقال لها: هل أنت بخير؟ لم تتأذي صحيح؟ وهيروني كانت عم تتطلع فيه باستغراب وما عرفته مين بيكون. وشين قال لها: ليش عم تتجاهليه؟ هل عم تسمعي شو عم يحكي؟ وهيروني توترت وما عرفت شو تحكي لأنها مو متذكرة أي شيء. وتوما جاوبه: شين لا تضغط عليها، هي فائت للتو، شو بتتوقع منا يعني؟ بعرف انك قلق. واتطلع فيها وقال لها: قبل ما نرجع للبيت هل لازم نروح للمستشفى لنفحصك؟ وفجأة هيروني سمعت الجني قال لها: لا يمكنكم، لا يمكنكم الذهاب للمستشفى، ذلك يكون متعبا، اخبريهم فقط انك نعسة وتتظاهرين. وكانت هيروني هي الوحيدة اللي عم تشوف وتسمع هذا الجني. والشابين الاثنين استغربوا منها. وشين سألها: لكان نروح هلأ للمستشفى؟ وهي جاوبته: لا لا ما في داعي، أعتقد أنني متعبة فقط، سأذهب إلى البيت. وشين اطلع فيها بحدة وقال لها: إذا كنت مرهقة لدرجة السقوط من الأعلى، أي نوع من الحياة تقومين بها؟ وتوما دخل ليهدي الوضع وقال لها: تمام تمام، مثل ما بدك، لكن رح ناخدك لبيتك. وشكله يا جماعة هذا المدعوشين قاسي عليها جدا، ما بعرف يمكن يكون صديقة أو حبيبة ما بعرف. وتوما شكله بيحبها أكتر لأنه عم يتعامل معها بطريقة حلوة. المهم راحت هيروني مع الشابين ليأخذوها للبيت، وكانوا عم يمشوا بالشارع، وشين وتوما كانوا عم يحكوا انه شين طلع مبكرا من المدرسة، وتوما قال له انه هو مثل اخوه الصغير اللطيف، بس شين ما كان عاجبه الحكي وما كان بيعتبره اخوه ابدا. وهيروني كانت ساكتة ومو مركزة معهم ابدا، وقالت جواتها: يا ترى مين هدول؟ انا تعرفت عليهم للتو بس ما عم اقدر اتذكر مين انا. وشردت ووقفت. وشين وتوما التفوا لعندها وهي انتبهت لحالها وراحت تركض، وهنن قالوا لها: لوين عم تركضي؟ ليكنا وصلنا، هذا بيتك مو؟ وهي اطلعت وما تذكرت. وتوما قال لها: هل رح تكوني بخير لوحدك؟ هل بدك نضل معك لفترة أطول شوي؟ وهيروني جاوبته: المعذرة، أنا رح روح للفراش ونام، شكرا لكم لتوصيلي للبيت.
أوتوما كان الآن عليها، بس شين مسكوا وسحبوا وراحوا. شكله هذا توما بيحبها يا جماعة، شفتوا كيف كان خايف عليها؟ وهيروني دخلت للمبنى ووقفت عند الباب لتحط الرقم السري مشان يفتح، بس ما تذكرته. والجني الصغير قرب لعنده وعطاها الرقم السري. بعدين دخلت هيروني لبيتها وقعدت مع الجني الصغير لحتى يشرح لها شو صار. والجني الصغير قال لا، أنت لقد فقدتي كل ذكرياتك من قبل الأول من أغسطس. لقد كنت معك لأربعة أيام، لكنك لا تعرفين من أنا صحيح؟ سوف أشرح لك كل شيء حدث من البداية. أولا لنبدأ بالتعريف، اسمي هو أوريون، أنا روح منفصلة عن هذا العالم. وكما تعلمين يمكنك أنت فقط رؤيتي، ولا يمكن للآخرين سماع صوتي كذلك. وهي اطلعت فيه بدهشة وباستغراب كبير، وهو قال لا، لماذا تنظرين إلى وجهي وكأنني حشرة؟ لديك نفس ردة الفعل كما التقيتني أول مرة. هذا صحيح، لهذا في الواقع، حسنا لقد كان خطأي. في الواقع إن فقدانك لذاكرتك بسبب دهشتي. عندما جئت لهذا العالم اصطدمت بروحك، وكانت تلك مشكلة حقا بالنسبة لي. أنا حقا آسف. وهيروني انصدمت وما استوعبت اللي سمعته وسألته، ماذا تعني بذلك؟ وأوريون جاوبا، بدلا من الذكريات التي فقدتها، بعبارة أخرى لقد أصبحت روحك. وهيروني انصدمت وقالت له، كيف؟ لحظة أرجوك، ما عم أفهم أي شيء من اللي عم تقوله، وكمان ليش ما في روح للمستشفى؟ وأوريون جاوبا، لأن ذهابك إلى المستشفى لن يجلب أي شيء مفيد. فقدان الذاكرة لا يحدث أي متاعب لجسدك أو عقلك، عليك أن تتفاعلي مرة أخرى مع الذكريات التي شاركتها مع الآخرين. إذا ذهبت للمستشفى بدلا من ذلك، هذا سيجعلك لا تتحدثين مع الناس والحصول على فرصة التواصل معهم. أيضا علينا التفكير بعدم قول أن لديك فقدان ذاكرة. وهي قالت له، بس أنا في شيء ما عم أفهمه، أنا ما عم أتذكر حتى مين أنا. والجني أوريون تأسف له لأنه هو السبب اللي صار معها. واللي صار يا أصدقاء أنه هذا الجني أوريون كان بيعيش بعالم آخر، ودخل بالغلط لعالم البشر. ولما دخل كان خايف ومرعوب ومندهش، فاصطدم بجسد هيروني بالصدفة، وهذا الاصطدام خلاه يندمج معها وخلاها تنسى كل ذكرياتها. وصار الجني أوريون هو بمثابة روحها. وبهالأثناء كان شين وتوما ماشيين بالطريق وعم يحكوا عنها، وكانوا قلقانين عليها وقرروا يراقبوها ليطمنوا عليها أكتر. أما هيروني فكانت عم تدور بالهاتف تبعها يمكن تلاقي شي يفيدها، بس للأسف ما لقيت شي. والجني خبرها أنه لسبب ما تم محو كافة البيانات السابقة من هاتفها، وما ضل غير أرقام شغلها. وطلعت هيروني بصورة كانت متصورة فيها هي ومجموعة من الأشخاص، واضح من هي الصورة أنها بتشتغل بمقهى. وكانت هيروني المسكينة مو قدراني تتذكر أي شي، وما كانت تعرف كيف رح تستعيد ذكرى. والجني أوريون طلب منها تروح تنام لترتاح شوي، ووعدها أنه رح يبذل كل ما بوسعه لحتى يساعدها، ومسك إيدها ليهون عليها واختفى ليتركها تنام. وبهذا الوقت يا أصدقاء تحت عمود إضاءة كان واقف شخص غريب شعره طويل، وكان عم يتطلع ببيت هيروني، وكان عم يضحك ضحكة شريرة جدا. أما هيروني فكانت على سريرة عم تفكر، وقالت جواتها، مين أنا؟ مين بكون؟ وصباح اليوم التالي فائت هيروني من النوم، ولما فتحت عيونها لقيت الجني أوريون بوشها وقال لها، صباح الخير، هل ما زالت ذكرياتك من الأمس؟ وهي جاوبته، أجل نوعا ما. وأوريون فرح وقال لها، هذا رائع، إذا كان هناك أي متاعب تواجهك يمكنك التحدث معي. من وجهة نظرك أنت محاطة بالغرباء ولا تعرفي من تثقين به، ومن أجل استعادة ذاكرتك سأدعمك بكل قوتي، لهذا لنبدأ سويا معا. وهيروني تفاجأت منه وشكرته، وكان أوريون سعيد لأنه صاروا أصدقاء. وفجأة طلع بالساعة وقال لها، إذا لم نسرع ستتأخرين
عن عملك. بعدين طلعت هيروني وراحت للمقهى اللي المفروض بتشتغل فيه، وعند الباب كان في شاب شعره أزرق واقف وحواليه مجموعة من البنات المعجبات فيه، وهو استأذن ودخل للمقهى ليشتغل. وهيروني وصلت ودخلت بسرعة، وأمام مبنى المقهى كان في 3 بنات غريبات عم يتطلعوا وكان شكله مريب. بعدين وقفت هيروني والشاب اللي شعره أزرق قدام المدير وقال لهم: صباح الخير جميعا، دعونا نبذل بعض الجهد في عمل اليوم. في الآونة الأخيرة كان هناك بعض الزبائن الذين كانوا وقحين للغاية مع موظفاتنا الإناث. إن أتى أي شخص كأولئك مجددا اليوم أبلغوني فورا. هذا كل شيء في اجتماع اليوم، أرجوكم التزموا بمهامكم اليوم مجددا. وهن قالوا له: حاضر، وراحوا تركون. واللي شعره أزرق اطلع بهيروني وسألها إذا هي بخير، وكان عم يطلع فيها نظرات غريبة وهي استغربت. والجني أوريون كان عم يراقب الأجواء، وفجأة بلش الزبائن يجوا، فراح صاحب الشعر الأزرق لاستقبالهم، وهيروني كمان بلشت تستقبل الزبائن. وبالبداية ما كانت بتعرف كيف تحكي معه لأنه فاقد الذاكرة، بس الجني أوريون علمها كيف لازم تحكي. ورحبت بالزبائن وأخذت طلباتهم، وواحد منهم طلب ياخد بارفي مصنوع بيدي النادلة. بعدين راحت للمطبخ وخبرت صاحب الشعر الأزرق بالطلبات، وهو قال لها: أكيد البارفي هو مسؤوليتك، لازم انت تحضريه. وهيروني انصدمت لانها نسيت كيف بتحضر هذا المشروب، والجني كمان ما بيعرف كيف، فلفت وتوترت وما عرفت شو تعمل. واللي شعره ازرق قالها: شبك، لا تقولي انك نسيتي طريقة اعداده. فراح لعنده وقالها: اطلعي، حطي الرقائق في الكأس، بعدها الكريمة الطازجة على القمة، ثم ترتيب الفواكه وترتيب الايس كريم. وقرب من وراها وجسمه لمس جسمه، وبلش يفرجيها كيف تصنع المشروب، وهي توترت واندهشت وحست بشعور غريب. وهو يسألها: هل انت بخير؟ فانفزعت ونفرت منه وضربت الكؤوس بإيده بدون قصد وكسرتهم، واعتذرت بسرعة. ولما حاولت تلمه جرحت أصبعها بالزجاج، وصاحب الشعر الأزرق مسك إيده وقال لها: تعالي معي، وأخذها وراحوا جوا. وعند الطاولة اللي جنبهم كانوا قاعدين البنات الثلاثة المريبات، وكانوا عم يطلعوا فيه نظرات غريبة. وبغرفة تغيير الملابس قعدت هيروني مع اللي شعره أزرق وضمد للجرح اللي بإصبعه، وكان عم يتطلع بعيونه نظرات غريبة، وشكله يا جماعة هذا كمان مغرم بها أو معجب فيها. والجني أوريون قال لا، لقد كان يحدق بك من قبل. وفجأة دخل عليهم شخص حاطط نظارات، واللي شعره أزرق قال له: أهلين فيك يا كين. وقام وطلع ليكمل شغله، وكين رجع علبة الإسعافات الأولية للخزانة. وهيروني شكرته لأنه ساعدها، وهو قال لا، العمل بإصبع مجروح يمكن أن يؤدي إلى عدوى بكتيرية، ربما عليك العودة إلى منزلك هذا اليوم. وهيروني ما عرفت شو تحكي، هي يا جماعة داخلة بالحيط يعني ناسي كل شيء وما عم تعرف كيف تتصرف. والجني أوريون قال لا، علينا أن نواصل البحث أليس كذلك؟ تحججي بسبب للبقاء. وهيروني طلعت بصاحب النظارات كين وقالت له بتردد: حسنا، المعذرة، إصابتي ليست سيئة حقا، وأود البقاء. أجل، ولقد ارتحت كثيرا، ولكني ما زلت لا أشعر بخير، وأود أن أحصل على مزيد من الاعتياد. المعذرة، أنا مزعجة أليس كذلك؟ لهيك أنا. كين جاوبا: عذرا، فيك تحكي شيء افهمه يكون اكثر منطقية. وهي قالت له: اذا ممكن انا ما بدي غادر مبكرا. وهو سكت شوي وجاوبا: فهمت عليكي، انت بدك تعتادي على العمل صحيح؟ تمام، رح وضح الأمور للمدير مع شرحك البديهي هاد، بخاف أنه ما بيفهم. وبالفعل راح كين وحكى مع المدير، والمدير وافق أنه يخليها تشتغل وهي شكرته. بعدين دخل زبون للمقهى، فراحت هيروني بسرعة لتستقبله، وفجأة تعثرت وكانت رح توقع. وهون تقدم صاحب الشعر الأزرق ومسك من بطنه وقال لا، كان ذلك وشي كان، كوني حذرة. وهيروني طلعت فيه بانبهار وشكرته. والبنات الثلاثة الغريبات كانوا قاعدين وعم يتطلعوا فيها بكره كبير،
وهيروني بلشت تتعلم وتشتغل، وتعودت شوي على المكان وعلى طريقة العمل، واشتغلت بجد كبير. وبعد ما خلصوا يوم طويل بالشغل طلعت، وكانت ماشية وراجعة للبيت، والجني أوريون كان معها وقال لا لقد عملتي بجد اليوم، لقد قمت بعمل جيد حقا. وهي انبسطت وشكرته. ولما وصلت للبيت فتحت علبة الرسائل، وهون كانت الصدمة. وقعت من علبة الرسائل صورة، ولما طلعت هيروني فيها لقيت انه هي صورتها، وفي حدا مخربش على وشها بالقلم وكأنه عم يشوهها. وهي انصدمت وارتعبت. وفجأة اجوا لعندها ثلاث بنات المريبات اللي كانوا بالمقهى، وقالوا لها خائنة حقيرة. ووحدة داست على صورتها برجلها وقالت لها ولك حيوانة، انت اخلفتي بوعدك اليس كذلك؟ وهون هيروني انصدمت وارتعبت، وتذكرت انه في وحدة اخذت مقص وقصت لها شعرها، وبلشت تعرق وترتجف، وقلبها كان عم يدق بسرعة. وبهاللحظة اجت بنت رابعة، وكان شكلها غريب جدا. وهيروني لما شافتها انهارت واغمي عليها ووقعت على الارض فاقدة للوعي. وبعد مرور شوية وقت فاقت هيروني وفتحت عيونها، والجني اوريون قال لها الحمد لله لقد استيقظتي. وهي انفزعت وقامت قعدت، والجني قال لها لا تخافي هنن راحوا. بعدين دخلوا للبيت، وهيروني طلعت بحالة بالمراية وتفقدت شعرها وكانت خايفة انه يقصوه. والجني قال لها انه ليس مقطوع صحيح؟ قبل الان بدت كجزء من ذكرى. وهي جاوبته انا ما عم اتذكر اي شيء. وقعدوا على الطاولة وبلشوا يحاولوا يحللوا الأمور. وأوريون سألها هل فعل أولئك الفتيات هذا بك من قبل؟ هل كانوا يتنمرون عليك؟ لكن قطع شعر فتاة ما أمر لئيم جدا. وهي جاوبته بس قبل ما أفقد ذاكرتي يبدو أنه أمر محتمل بأنهن سيقطعن شعري. أنا بالإضافة لكوني مكروهة أشعر أنني عم أتعرض للمهانة، هنن قالوا أني وعدتن مو هيك؟ وأوريون رد عليها لابد أنك قطعت وعدا على أولئك الفتيات، وبما أنك فقدت ذكرياتك انتهى بك الأمر بكسرك لذلك الوعد. أشك أنهن سيخبرننا القصة كاملة حتى إن طلبنا منهن، وقد يستغللن فقدانك لذاكرتك كي يكذبن عليك. عندما أفكر بهذا ما زلت أعتقد بأنه يجب أن نبقي أمر فقدانك لذاكرتك سرا. لا يبدو أن الناس الذي عملت معهم أنهم سيئون، لكننا لا نعرف حقا كيف هم أصدقاء طفولتك توم وشين. والآن يدمر أحدا الكراهية تجاهك، لا نستطيع القول كيف تتسرب المعلومات. وهيروني شردت بكلامه، وما كانت عرفاني شو هو الوعد اللي قطعته على هدول البنات الحقيرات، وكانت خايفة ومحتارة ومو عرفاني شو تعمل. وواضح انه هدول البنات في بينات قصة، واعتقد يا اصدقاء ان هدول البنات كانوا عم يتنمروا عليها زمان، ولما شافوها هلأ رجعت للمطعم عم تشتغل شكلهم رجعوا لحتى ينتقموا منا. وكانت هيروني المسكينة خايفة من شو رح يصير بالمستقبل. فيا ترى شو اللي رح يصير؟ وهل هيروني رح تستعيد ذكرياتها؟ ومين هدول البنات الشريرات؟ ومين هو اللي رح يوقع بحب هيروني من بين الشباب الأربعة؟ كل هالأمور رح نعرفها بالفيديو الجاي إن شاء الله رب العالمين. إذا عجبكم الفيديو أصدقاء لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس مشان يوصلكم كل جديد. وكمان بتمنى أنكم ما تشوفوا الأنمي بأي مكان تاني، ضلوا معي هون وإن شاء الله رح نشوف الأنمي سوا. أهم شيء حطوا لايك واشتركوا بالقناة. كان معكم صديقكم الرائع ريكو رايز. شكرا يا أصدقائي الحلوين، والسلام عليكم.